طرق عديدة ونكهات مختلفة لتحضير الكباب في تركيا تتنافس بها الولايات التركية وبمسميات تنسب لها كأورف كباب وأضن كباب، وجميعها تشوى على منقم الفحم بعكس اسكندر كباب والذي تعلق لحمته على سيخ الشاورما، ذلك الطبق الذي يتفاخر به الأتراك. وتعرف الاسكندر كباب على نطاق واسع كوجبة أساسية في جميع الولايات التركية، وخاصة في بورصة، المدينة التي ظهر فيها أول سيخ شاورما في عام 1850 على يد محمد أوغلي إسكندر أفندي، والذي تنسب الأكلة إليه وتوارثها أحفاده عنه. أما عن كيفية تقديم إسكندر كباب، إذ يتم طهو لحم الضأن على شواية عمودية باستخدام الفحم بطريقة تسمح لقطرات الدهن المنسابة للأسفل بسقاية اللحم، ليصار إلى تقطيع شرائح اللحم ورقائق الشاورما فوق الخبز المشبع بصلصة البندورة والزبدة المذابة واللبن وحبات الفليفلة الخضراء المشوية، وإضافة إلى كأس العيران. وقد يتساءل الكثيرون عن سعر الوجبة الواحدة من طبق الإسكندر كباب، إذ يتراوح وسطيا ما بين 20 إلى 30 ليرة تركية، أي أكثر من 5 أضعاف وجبة الشاورما العادية المعروفة في تركيا باسم دونر كباب. وذلك يعود إلى جودة التقديم التابعة لأي فرع من فروع مطعم إسكندر كباب المنتشرة في تركيا، كما أنك ستدهش حتما برؤية الطوابير المصطفة أمام محلات الشاورما في انتظار تناول إسكندر كباب على وجبة الغداء. لذا ننصحكم بتناول هذه الوجبة الشهية والاستمتاع بمذاقها اللذيذ.